ايه الاستعدادات اللي حضرتك بتعمليها للادوار الصعبه؟ يعني مثلا من الادوار الصعبه دوري في فيلم دلل المصري فاطمه الفلالي. دي ست بتدير بيت وفي بنات وكده، لان البطله بتكون عندها هي ماخوذه من البعث بتاع تولستوي. ده نوع جديد علي. اولا كان في مرحله قبل الثلاثينات، دول كان لهم كشكل شكل معين في الحواجب والعينين، ده الشكل الظاهري بقى الاول. فانا كنت اقعد كل يوم، يعني كانوا ولادي يشوفوني كل يوم بوش جديد، اقعد اعمل الحواجب مثلا واروح دار الهلال واجيب الصور بتاعه السنه دي مثلا واشوف الحواجب كانت رفيعه ولا العينين كانت شكلها ايه، والروج كان مثلا غامق قوي والبق كان بيبقى صغير كده، يعني حاجات رفيعه جدا. كنت مهتمه بتفاصيل الصور؟ تفاصيل التفاصيل، الضوافر كانت طويله ولا مثلا ما كانش، كان يوميها موضه والمانيكير احمر ولا كان، يعني حاجات يمكن يعني تعتبر تافهه، يعني لما اتكلم انا وليه سامتي بتدققي على حاجات تافهه قوي، انا بعتبرهاش تافهه. انا عايزه احس ان انا بعمل الشخصيه ان انا هي، الى ان اصل للشخصيه بقى قدام المرايه كده واقول اه دي ممكن تبقى فاطمه الفلالي، حتى البنسه ممكن تبقى كده او كده او كده، والشعر اللي هو كانوا يعملوا كده كرانات كده محطوطه وكل واحده فيها بنسه، الفساتين الشراشيب، لان انا اللي بعمل ملابس الفيلم بنفسي، كل افلام كل افلام انا اللي عاملها، يعني بقعد اولا بتصمميها؟ بصممها واخيطها كمان. ده معروف عني يعني من هوايتي التفصيل، لغايه ما اطلع الشخصيه اللي انا ابقى راضيه عنها. فما دمت انا ابقى راضيه عنها مما لا شك فيه ده ينعكس على اللي بيشوفني. انا مثلا في مسلسل زينب والعرش كتير جدا يقولوا لي لا ده انت شكلك كان تعبان قوي في المسلسل وكان وشك كده باين عجوزه قوي. وانا طبعا مش بقول كده، انا بدعي اني صغيره، لا، لكن يعني كنت يمكن اكتر زياده. مش كل الناس كانوا بيقولوا لي كده، يعني ناس كانوا يقولوا اه مظبوط هو كده، لان انا بقول لهم طب بصوا للدور، انا في الاول خالص طلعت لابسه الوان وشابه وعندي نفس البنت برضو، بس يعني مبسوطه سعيده. بعد كده ماتت البنت، وحيدتها، ظروفها، ظروف حياتها، قصتها اللي بدات اللي ظهرت بعد كده، كل دي حاجات كانت جواها. موت البنت طبعا طلعها، ما فيش شك ان انا لازم اراعي ده، اراعي ده في وشي ادائي طبعا، لكن ده المكمل له الشكل، لازم ده ينعكس على لازم ينعكس مي. يعني الست دي اللي طبعا ما فيش شك ان اي ام الله لا يقدر ميتة بنتها وميت ابنها، طبعا لابد انها بتعيط وبتبكي وما تخلعش الاسود. يعني حتى في مراحل المسلسل، وانه كان اكتر من 20 سنه مثلا، اكتر بكتير زمنية. 33 سنه زمنيا زمنيا انا وراعي بقى من اول ظهوري في اول حلقه في المسلسل الى ان ينتهي، لابد ان يحس اللي بيشوفني ان في شيء بيتغير فيا، في وشي، في حتى في طريقه كلامي، في مشيتي، لابد السن بيحكم غصب عني، مهما انا حبيت ابين ان انا شابه وصغيره وحلوه، لازم ده يبقى الزمن بيخطط، مهما حاولنا ومهما عملنا الزمن اقوى، بيبين كل الحاجات اللي بتعمل دي رتوش، لكن غصب عنك حتى ولو في نظره العين، في لمعه العين ممكن يبان فيه، تحس فيه الزمن. فكنت حريصه جدا على ان في كل فتره كاتبه في على المسلسل ان دي الفتره دي فات من اخر مشهد ليا 3-4 سنين، تتغير، ما بأس من كام شعره بيضاء، لا بأس من شويه يعني ابتداء الكبر. حتى اخر مشهد في المسلسل كانت انسانه ضاعت خلاص، المفروض ان بنتها بعد ما ماتت كمان احمد مات اللي هو حبها او بنتها، فضاعت خلاص انتهت يعني. هل كل التفاصيل دي حضرتك اتكلمتين عنها بتتم بالتشاور مع المخرج، ولا بتكوني فكرتي فيها وبعدين بتبلغي بيها المخرج؟ والله شوف انا يعني كتير من اللي اشتغلت معاهم بيتركوا لي حريه يعني الاختيار، ملابسي وكله، ما ممكن جدا مثلا نتناقش لما تيجي مرحله مثلا زي انا بمسك بالذات زينب،
لان اول حلقتين كنت لابسه الوان كده الى ان ماتت البنت، وطبعا في الاول اسود، وبعدين طلبوا ملابس مثلا الوان، قلت لا. قال لي قلت لان ممكن جدا الزوجه تغير بعد مضي فتره وفاه الاسود يعني. الاسود ممكن الاخت على اعتبار ان هي مثلا بتبقى يعني يا شاب عايز اغير، يا اما زوجه لرجل مش هيشوفها مثلا لابسه اسود على طول ممكن يتضايق، لكن الام مش ممكن، يستحيل الام اللي ابنها او بنتها ماتت تغير الاسود ابدا. فطلبت من الاستاذ يحيى العالمي، قلت له يعني اترك لي انا مسؤوليه ده امام اي انسان ينقد اني انا على طول لابسه اسود، وفعلا اقتنع بكلامي، ومن مرحله موت البنت الى نهايه المسلسل كنت لابسه. هو بيحصل طبعا تشاور بين الفنان ولا ليلى عشان خاطر ايه ما يفاجئش المخرج بان مثلا الممثل لابس شيء هو مش حاسه، يعني ممكن يعترض على اللون، ممكن يعترض على الشكل العام يعني اذا كان مفتح او مقفل او ده، طبعا باتفاق الطرفين بيبقى ممكن. زي ما قلنا في اول برنامج حضرتك حصلتي على جائزه عن دور في فيلم سكريه، ايه اهميه الدور ده او الفيلم ده في حياتك الفنيه؟ يعني هو الحقيقه انا كل دور له اهميه في حياتي الفنيه، هو بيضيف. السكريه كان ثالث ثلاثيه بتاعت استاذ نجيب محفوظ، قبل كده عملته اعتقد هاله وصغيرة، وبعدين سهير الباروني، وبعدين أنا، يعني المرحلة الأكبر كانت أنا. حبيت أخد من الاتنين يعني طبيعته، أخد من دي طبيعتها وهي صغيرة، لأن بيبقى الواحد بيبقى فيه عنده حاجة أو حتى لازمة وهو صغير، يعني بمرور الزمن ما بيفقدهاش كلها، لكن بتبقى برضو بتظهر معه ولو في بعض كلمات وبعض إشارات. شفت الفيلمين وطلعت منهم في الاخر بخديجه بتاعت السكريه. هي خديجه بتمثل المراه المصريه، الست المصريه اللي من بيئه محافظه، زمان كان لو بصوا من الشباك ابوهم يشنقهم لغايه ما كبرت وفيها ده، لما كبرت واتجوزت لانها على طول كان امها او ابوها يعني على الاصح، لان امها كانت الله يرحمها كانت بتعملها السيده امل زايد، فكانت الست المطيعه جدا خالص، طبعا مش موجوده النهارده دي، فكانت هي بقى بتمارس هذا مع جوزها، يعني كل الاضطهاد اللي اضطهدته هي وهي صغيره كانت بتمارسه بتسئيله جوزها. فانا طلعت من الفيلم ده كله يعني من الفيلمين اللي سابقين بان انا قدرت الخص صبا خديجه وشبابها في وهي ست كبيره ومخلفها شابين كبار. يعني في بدء حياتك الفنيه حضرتك اشتغلتي مع المخرج يوسف شاهين في فيلم النساء بلا رجال، وفي مرحله قريبه حضرتك اشتغلتي تاني في السبعينات بالتحديد في فيلم الاختيار وفعولة كامل الضال. ايه اللي بيميز يوسف شاهين كمخرج تفتكري؟ هو له طابع يعني ما فيش شك ان لو شفت فيلم من اخراج او مشاهد يعني من اخراج يوسف شاهين ومشاهد من اخراج مخرج اخر تحس على طول بالفرق، مش بقول الاحسن او الاوحش، بقول انك تحس ان المشهد ده من اخراج يوسف شاهين، هو يمكن هو متأثر بالسينما الأوروبية يعني.